بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق وإمام النبيين الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. ونحن نقرأ القرآن في كتاب الله حتى إذا وصلنا إلى سورة النمل الآية 18، حينما تقرأ: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سليمان وجنوده، وكان جند سليمان من الإنس والجن وكثيرا من خلق الله. أوتي ملك لم يؤتى أحدا من قبل ولن يؤتى لأحد من بعد. نملة تقف وتقول هذا، هل كان سليمان بملكه يدرك أن سيأتي زمن على البشر فيروس أقل من هذه النملة البسيطة يدخل كل البشر مساكنهم، خوفا من أن يحطمهم هذا الفيروس ويهلكهم جميعا؟ إنها حكمة وعبرة لمن يعتبر. أشهد أنك نعم الرب أنت، أشهد أنك على كل شيء قدير، فأنت القاهر فوق عبادك. اللهم كما تجليت باسمك القهار تجلى باسمك الغفار، وارحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وكما أنزلت البلاء بعد كثرة الفساد في البر والبحر، فارفع هذا البلاء بالدعاء، فإنك سميع مجيب الدعوات يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وتجلى بأسمائك كلها يا أكرم الأكرمين يا رب، واغفر وارحم إنك خير الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.